البيضاء عندها تاريخ مع السينما العربية، فكل الأفلام العربية الكبيرة والناجحة كانت عرضت في مدينة الدار البيضاء، والجمهور البيضاوي كان كيمشي للسينما باش يشوف أفلام عربية. وهذا يعني الفكرة باش جات أنه يتنظم المهرجان في الدار البيضاء، لأن الدار البيضاء ما عندهاش مهرجان سينمائي يليق بها. فكرة المهرجان جات هذه تقريبا سنتين، وحان لها الوقت للخروج للوجود هذه السنة بدعم مجلس مدينة الدار البيضاء. فهذا المجلس هو اللي خلانا أنه هذا الحلم، حلم إقامة مهرجان كبير بهذا الحجم واستقبال الإخوة العرب والفنانين العرب في أرض المغرب وتحديدا بالدار البيضاء أنه يرى الوجود. أنا متواجدة كضيفة شرف، ويسعدني ويشرفني أكون موجودة على أرض المغرب الحبيبة الغالية، وأنا يعني ابنة المملكة العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، وابنة أيضا المملكة المغربية، فيعني دائما كان علاقة يعني رائعة جدا تجمع هاتين البلدين، سواء على المستوى الملكي أو على المستوى الشعبي. أنا شخصيا عاشقة للمغرب، محبة للمغرب، ووجودي اليوم كضيفة شرف إضافة إلي بشكل كبير جدا. اليوم إحنا موجودين لتبادل الخبرات، للاطلاع على يعني أجدد ما قدم الزملاء من سيناريوهات ومن أعمال عربية. يعني صناعة السينما بحد ذاتها هي صناعة تشهد تطور كبير جدا في عالمنا العربي، وسعيدين بهذا التطور وهذه القفزات، وإن شاء الله يعني المزيد من النجاح في قادم الأيام. سعيد جدا بوجودي النهاردة، لأن أنا دايما مبسوط في بدعوة أي مهرجان، خاصة في دورته الأولى، لأن دي بيعتبر تشجيع ومساندة للمهرجان. أنا الحمد لله برضو ليا فيلم مشارك وفيلم تراب الماس، فسعيد جدا بمشاركتي فيه وسعيد بوجودي هنا جدا. أنا سعيدة أنه أول مرة عم بتكون بكازابلانكا في مهرجان، ومهرجان للسينما العربية، وهيدا الشيء بشرف، لأنه نحن ما عنا سينما عربية للأسف، نحن عنا أفلام عربية، نحن بحاجة لنقدر نشوف أفلام تانية، ويكون المغرب العربي موجود بالأفلام العربية وضمن المسابقات الكبيرة. فأنا سعيدة بوجودي هون وبمشاركتي بالمهرجان. أنا فخور بالمشاركة في المهرجان، ولا سيما أنه هو السنة الأولى للمهرجان، فإن شاء الله إن شاء الله الدورة دي تنجح قوي، واللي بعدها تنجح أكتر، واللي بعدها تنجح أكتر. فبعد بيبقى مهرجان عنده 15 20 سنة، ويا رب 100 سنة، هيفضل إنه في الدورة الأولى كنت أنا واحد من أعضاء لجنة التحكيم، وتشرف أكيد كبير ليا، وبالذات إنه مهرجان في بلد حلوة زي المغرب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.